أكيد بكل حماس مكملين فقراتنا، ولكن قد يقتل هذا الحماس بعضا من الانتقاد، خصوصا ذلك الانتقاد الذي يكون بلا جدوى والحكم على التصرفات وفرض سيطرة كلها نتائج فاشلة لمحاولات تصحيح سلوكيات أو عادات في شركائنا أو حتى أصدقائنا أو حتى زملاء العمل. بالعكس، حسب دراسة بريطانية، ما يتحقق هو هز ثقة الشخص بنفسه وتدمير للحميمية وقتل بطيء للعلاقة. ومن هنا نفتح الملف لنتعلم كيف ننتقد دون أن ننتقد، لنحقق الهدف دون زعل أو حتى تجريح. أيضاً تظهر الأبحاث لأن ما نقوله عن الآخرين يقول ويعكس الكثير عنا. طبعاً التفاصيل مع زميلة ريان الظاهرة. تفضل يا ريان. شكراً يا ريم. ما تقوله للآخرين يكشف الكثير عنك، هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة أجراها داستن وورد أستاذ علم النفس بجامعة ويكفورث، وإليكم نتائجها. أولاً، الحكم الإيجابي على الآخرين يتسم صاحبه بطيبة القلب والاستقرار العاطفي. يعني ببساطة، رؤيتك للآخرين بشكل إيجابي تكشف سماتك الإيجابية ومدى رضائك عن حياتك الخاصة ومدى إعجاب الآخرين بك. وبالمقابل، ترتبط التصورات السلبية للآخرين بمعدلات أعلى من النرجسية والسلوك المعادي للآخرين، وربما يزيد احتمالات تعرضك للاكتئاب والاضطرابات المختلفة. وهو بالضبط ما كشفته دراسة توصلت لمعلومات مهمة حول المقيمين أنفسهم، كصحتهم العقلية ومواقفهم الاجتماعية وخصائصهم السلبية والإيجابية، فقط من خلال تقييمهم للآخرين. الآن عودة إلى ريم وأنا حنضم لك. أكيد. تفضلي يا ريان. وأيضا من السوشيال ميديا خلينا نشوف كيف يمكن التعامل مع الانتقادات السلبية. في كتاب الذكاء العاطفي التطبيقي بيقول الكاتب إنه الانتقادات السلبية تعتبر هدايا، بس الشاطر اللي يدور عليها ويحصلها. تعتبر كألماس لكنه خام، لسه يبغاله اكتشاف، تنظيف، صقل وترتيب. فهذه بالنسبة للانتقادات السلبية، وكل ما كان الانتقاد لاذع وشديد كل ما كان هدية أكبر وفائدة أكبر عليك إذا أنت عرفت تستفيد منها. رحب في الاستديو بمدربة الحياة وعلم النفس الأستاذة نانسي إسماعيل. يصحي صباحك أستاذة نانسي. يعني الناس تفكر إنه أنا بأنتقدك معناته إنه أنا أبغى مصلحتك، لكن بحسب العالم النفسي ستون سيفان فإن الانتقاد هو فشل ذريع في إحداث تغيير إيجابي في السلوك. إذن كيف أنتقد ولكن من غير انتقاد؟ أوكي. هو الانتقاد بيعكس الكثير جدا من الخلل النفسي، فقد يكون كمان الشخص عنده نوع من الاكتئاب أو القلق وبيعكس جواه حاجات هو مش عارف يصلحها. في نفس الشخص، في قلق؟ في نفس الشخص، الحاجات اللي رافضها في الآخرين أو في نفسي بنقدها فيك. فعلم النفس الإيجابي قال إن إحنا ممكن نستبدل الانتقاد، لأنه من مدمرات العلاقات وخصوصا العلاقات القريبة زي الزواج أو الارتباط، بيدمر العلاقات الانتقاد. مظبوط. لاحظت كمان عدم مقدرة يعني الناس بصورة عامة على التمييز ما بين الانتقاد للتصرف أو المواقف ما بين الانتقاد للشخص نفسه. فإذا أنا عايزة أنتقد تصرف شخص ما، ربما أغلط في الشخص نفسه، وبالتالي هو قد ما يتقبل الانتقاد اصلا بصدر رحب. يعني بالضبط، عشان كده من السهوله جدا ان انا انتقد الموقف واقول انا شعرت بكذا، بنسميها الاي ستيتمنت في علم النفس. انا شعرت بكذا، انا هفضل الموقف ده نتعامل معاه بالشكل ده. وحتى في طريقه لطيفه جدا، ابدا بحاجه ايجابيه، اقول الحاجه اللي ضايقتني واختم بحاجه ايجابيه. اللي هي نظريه الساندويتش. بالضبط، ساندويتش تكنيك. برافو عليكي. خصوصا في العلاقات الزوجيه، لانه الكثير في العلاقات الزوجيه هو ما بيكون عباره عن نقد قد ما بيكون عباره عن شكوى. هو بتبقى شكوى وبتبقى كمان نوع من بناء الاختلاف أو الخلل في العلاقة. فده من الحاجات اللي خطر لازم نتجنبها، الكلمات اللطيفة، المبادرات الحلوة بين الزوجين أهم من الانتقاد. بس قد إيش النقد بيأثر سلباً في العلاقات الزوجية، خصوصاً لو إنه النقد بيكون
عن الشكل، عن السلوك، عن كل حاجة، عن شخصية هذا الشخص، ويكون النقد يعني ما هو مش النقد اللي هو الكلام الحلو والطريقة الحلوة، لا، اللي هو بيقول ايه ده، عارف اللي فيه متضايق من هذا حقيقي. مؤسس علم النفس للعلاقات جون جوتمان قال ان دي من مدمرات العلاقات الزوجية، زي بالضبط الخرس الزوجي او الصمت العقابي. نفس التأثير بتأثر على أهمية الإنسان في العلاقة، على ثقته بنفسه، على ازاي هيكمل بعد كده وهو شايف ان دي الصورة الذاتية بتاعته قدام شريك حياته. مظبوط. فخطر جدا. اكيد اكيد. طيب خلينا نروح للسعودية، وهناك سألنا الناس ما هو النقد الذي لا تقبله. خلينا نشوف. والله النقد اللي لا أقبله إنه مثلاً أحد كذا يتكلم عن البلد أو المملكة العربية السعودية. ديني ووطني أهم شيء عندي بحياة، هذا أهم شيء عندي بحياة، ديني ووطني. طبعاً الدين والوطن هذا ما أقبل بخط أحمر إني أتكلم عنه، أن أحد ينتقد دولتي أو وطني أو الإسلام حقي. الدين نقد يعني يخص الدين، هذا خط أحمر بالنسبة لي صراحة. والله أنا النقد إذا طالما هو بناء فالجميع يعني يتقبله، لكن اللي ما تقبله النقد الغير بناء أو الغير هادف، بس هذا هو اللي. أولا الذي لا أقبل فيه يا طويل العمر وطنيتي كأني أي مواطن سعودي، لا أقبل فيه، وطنية بخط أحمر. أيضا سألنا الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو أغرب انتقاد وجه إليك. محمد يقول أغرب انتقاد وجه لي أنه يشيل هم الآخرين، رغم أني بعتبر الأمر كرم من نفسي، يعني أنه هو دائما يشيل هم الناس. وريتا تقول قالوا لي أنت لست جميلة لكن ذكائك يجعل الناس يظنون أنك جميلة. واو. براءة تقول أغرب انتقاد قالوا لي أني مفترية وقوية. هذه شكوى مش انتقاد. ممكن نحول الكلام لطريق، نعمله ريفريم او اعاده اطار، ان حتى الانتقاد اللي انا باخده ممكن اخده نقطه قوه ليا. يعني اشوف انا الجزء اللي مسؤول عليه في الانتقاد ده ازاي اصلحه، ازاي اخليه نقطه قوه وانطلاقه جديده ليا بدل ما اخدها بحساسيه. ما هو ده هو طبيعه الانسان، يعني في صعوبة إنه يتقبل هذا، يكره الانتقاد، إنه خصوصاً إنه يعرف هذه الحقيقة عن نفسه. طب كيف الواحد ممكن يعمل انتقاد إيجابي اللي هو انتقاد بناء؟ طيب خلينا نعرف إن الانتقاد هو شادوينج أو مرايات لبعض، فإحنا الحاجة اللي بنتقدها عارف إن أنا محتاجة أضبطها في نفسي، فدي مسؤوليتي تجاه نفسي وتجاه العلاقة. المشكلة إن إحنا مش بنحب نسمع بعض في العلاقات، فببدا على طول انتقد. المهم يكون في الاول مساحه للكلام، لمناقشه الموضوع او المشكله. الاستماع الفعال بيحل كتير جدا من المشاكل، وبنوصل لنقاط. انا ده مضايقني، انا ده مزعلني، هنوصل لحاجات هنتعامل فيها وهنحلها، حتى بنسميها بيتز اوف لاف او مبادرات الحب والاهتمام. حلو. بالنسبه للنقد السلبي هو ده اللي عليه حساسيه يمكن اكتر. تقبل النقد السلبي بيتوقف على المنتقد ام المنتقد، لانه احيانا الشخص المنتقد ممكن يكون حساس تجاه النقد برضه، بيتوقف على أي واحد منه. لو مستوى الوعي في الأول بسيط جدا الإنسان بياخد النقد بحساسية، لو بدأ الواحد يبقى طبعاً. عنده لو بدأ الإنسان يبقى عنده وعي عالي إن عنده نقط مظلمة ونقط محتاجة شغل عليها، بياخد النقد إنه يقدر يبني عليه ويكون أحسن من الأول. فالنقد ساعتها هيكون في كل الحالات إيجابي. المهم نوصل في العلاقة لوين وين سيتويشن، أنا كسبان وشريك حياتي كمان كسبان. مين الشخص اللي ممكن ينتقد؟ أي شخص ممكن يوجه في إطار العمل؟ ممكن لو بطريقة بناءة. من أكثر النقد الهدام نقد الأم لأولادها. أوه طبعاً. ده لأن في البارنتينج ده بيدمر نفسية الأطفال. وبين الأزواج محتاج مننا نوع من الكياسة والذكاء والكلمات اللطيفة. والكلمات اللطيفة والتقدير. التقدير وهذا أهم شيء. مدربة الحياة وعلم النفس الإيجابي الأستاذة نانسي إسماعيل، شكراً لوجودك. ميرسي جداً. شكراً لك يا ريان. شكراً يا ريان. هلا في انتقاد حلو وفي انتقاد بمحله وفي انتقاد مش بمحله، حسب الشخص اللي عم يتعامل معه.
حسب الشخص اللي بيتقبل ان ينتقده ولا لا، سواء اجرحه ولا بدون ما اجرحه. حسب شو عامل، ما بهمني اذا جرحته او لا، اذا عامل شيء غلط بدي اقول له اياها بوجهه. في كثير طرق واحد بيقدر يحكي فيها ويوصل المسج بدون ما يجرح الثاني، يعني طرق لبقه. بجرب ضويله على الشيء المزعج فيه بطريقه انه ليك هيك كان فيك تعمل احسن. اوكي سو بعطيه اكيد حسنات، وبعدين بعطيه مثل ادفايس انه شو بيقدر يحسن او شو بيقدر بيعمل احسن.